بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والأربعون. أنت الذي كتبت هذا المكتوب. أنت ضمير منفصل مبتدأ، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. كتبت فعل ماض والتاء فاعل، وجملة كتبت صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير متصل وهو التاء في كتبت. هذا اسم إشارة مفعول به. المكتوبة نعت لهذا. أنت الذي اشتريت هذا الشيال. أنت ضمير منفصل مبتدأ، الذي اسم مفصول خبر المبتدأ. اشتريت فعل والتاء فاعل، وجملة اشتريت صلة المفصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير متصل وهو التاء في اشتريت. هذا اسم إشارة مفعول به. الشيالة نعت لهذا. أنت التي تعلمين هذه التلميذة. أنت ضمير منفصل مبتدأ، التي اسم مفصول خبر المبتدأ. تعلمين فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة تعلمين صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير مستتر وهو أنت في تعلمين. هذه اسم إشارة مفعول به. التلميذة نعت. أنت الذي تقدم لنا الشاي. أنت ضمير منفصل مبتدأ، الذي اسم موصول خبر المبتدأ. تقدم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة تقدم صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير مستتر وهو أنت في تقدم. لنا جار ومجرور متعلق بتقدم. الشيء مفعول به. هل رأيت التلميذ الذي جاءنا أمس؟ هل حرف استفهام؟ رأيت فعل والتاء فاعل. التلميذ مفعول به وهو منعوت. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت للتلميذ. جاء فعل وفاعل، وجملة جاء صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير مستتر وهو هو في جاء. نا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أمس ظرف زمان متعلق بجاء. المرأة التي تعلم التلميذات تسمى معلمة. المرأة مبتدأ، التي اسم موصول في محل رفع نعت. تعلم فعل وفاعل، وجملة تعلم صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير مستتر وهو هي في تعلم. التلميذات مفعول به. تسمى فعل مضارع خبر المبتدأ، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. معلمة مفعول به. الخياطات هن اللواتي يخطن الثياب. الخياطات مبتدأ، هن ضمير فصل، اللواتي اسم موصول خبر المبتدأ. يخطن فعل نا فاعل، وجملة يخطن صلة الموصول، والعائد على الاسم الموصول ضمير متصل وهو النون النسوة في يخطن. الثياب مفعول به. أو تقول الخياطات مبتدأ أول، هن ضمير منفصل مبتدأ ثاني، اللواتي اسم موصول خبر المبتدأ الثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذا لم تستعمل الدواء الذي أعطاكه الطبيب لا تشفى أبدا. إذا اسم شرط مضاف ظرف زمان متعلق بتشفى. لم حرف جزم. تستعمل فعل مضارع مجزوم بلم، وقد حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدواء مفعول به وهو منعوت. الذي اسم موصول في محل نصب نعت للدواء. أعطى فعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والهاء ضمير متصل مفعول به ثان. الطبيب فاعل أعطى، وجملة أعطاكه الطبيب صلة الموصول، والأعد على الاسم الموصول ضمير متصل وهو الهاء في أعطاكه. لا نافية.
تشفى جواب الشرط. تستعمل فعل الشرط. تشفى فعل مضارع ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أبدا ظرف زمان متعلق بتشفى. التلميذة التي لا تطيع معلمتها لا تكون محبوبة. التلميذة مبتدأ التي اسم مفصول نعت للتلميذة. لا نافية تطيع فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هي. وجملة تطيع صلة الموصول والعائد على الاسم المفصول ضمير مستتر وهو هي في تطيع. معلمة مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. لا نافية تكون فعل مضارع ناقص خبر واسمه ضمير مستتر تقديره هي وهو عائد على المبتدا محبوبة خبر تكون منصوب. جاءني صديقي الذي أحبه كثيرا. جاء فعل والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل في محل النصب مفعول به. صديقي فاعل جاء مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الذي اسم مفصول في محل رفع نعت لصديقي. أحب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. وجملة أحب صلة المفصول والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على الاسم المفصول. كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير إحبابا كثيرا. يقال للرجل الذي ليس له زوجة عزبا وللمرأة التي ليس لها زوج عزبة. يقال فعل مضارع مبني للمجهول بمعنى يظن. لي حرف جر زائد الرجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل. الذي اسم مفصول نعت للرجل ليس فعل ماض ناقص. له جار ومجرور متعلق بليس وهو خبر ليس. زوجة اسم ليس. وجملة ليس له زوجة صلة المفصول. عزبا مفعول به ليقال والعائد على الاسم المفصول ضمير متصل وهو الهاء في له. وحرف عطف للمرأة التي ليس لها زوج عزبة معطوف على للرجل الذي ليس له زوجة عزبا. سبق إعرابها. يقال للرجل الذي يحسن إلى الفقراء كريما. يقال فعل مضارع مبني للمجهول بمعنى يظن. لي حرف جر زائد الرجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه نائب فاعل. الذي اسم مفصول نعت للرجل. يحسن فعل وفاعل وجملة يحسن صلة الموصول. إلى الفقراء جار ومجرور متعلق بيحسن. كريما مفعول به ليقال. المرأة التي رأيناها أمس في الجنينة هي زوجة علي. المرأة مبتدأ التي اسم مفصول نعت للمرأة. رأينا فعل فاعل وجملة رأينا صلة الموصول والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على التي. أمس ظرف زمان متعلق برأينا. في الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل رأينا. هي ضمير فصل زوجة خبر المبتدأ مضاف علي مضاف إليه. الفتاة التي رأيناها أمس في الشارع الكبير هي بنة محمود. الفتاة مبتدأ التي اسم مفصول نعت للفتاة. رأينا فعل نافعل وجملة رأينا صلة الموصول والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على التي. أمس ظرف زمان متعلق برأينا. في الشارع جار ومجرور متعلق برأينا. الكبير نعت للشارع. هي ضمير فصل ابنة خبر المبتدأ مضاف محمود مضاف إليه. التلامذة الذين رأيناهم قبل الزهر في الجنينة يتعلمون في المدرسة الحسينية. التلامذة مبتدأ الذين اسم مفصول نعت للتلامذة.
رأينا فعل نافعل وجملة رأينا صلة الموصول هم ضمير متصل مفعول به وهو عائد على الاسم الموصول قبل ظرف زمان مضاف الزهر مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل رأينا في الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل رأينا يتعلمون فعل مضارع خبر المبتدأ والواو فاعل وهو عائد على المبتدأ في المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل يتعلمون الحسينية نعت للمدرسة الرجل الذي يعلم الأولاد يسمى معلما الرجل مبتدأ الذي اسم مفصول نعت للرجل يعلم فعل وفاعل وجملة يعلم صلة الموصول والأعد على الاسم المفصول ضمير مستتر وهو هو في يعلم الأولاد مفعول به يسمى فعل مضارع خبر المبتدأ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ معلما مفعول به الرجل الذي رأيناه أمس في بيتنا هو مؤذن المسجد الحسيني الرجل مبتدأ الذي اسم مفصول نعت للرجل رأينا فعل نافعل وجملة رأينا صلة الموصول والهاء ضمير متصل مفعول به وهو عائد على الذي أمس ظرف زمان متعلق بالفعل رأينا في بيت جار ومجرور متعلق بالفعل رأينا بيت مضاف ناء مضاف إليه هو ضمير فصل مؤذن خبر المبتدأ مضاف المسجد مضاف إليه الحسيني نعت للمسجد والله أعلم بالصواب.